حرة مباشرة موجودة. رادوي لفريق نادي الهلال في الأجواء المعتادة عندما يتعلق الأمر بديربي كرة القدم السعودية، والكرة في المكان السليم، ممكن يسدد، سدد، جول جول. هو ناوي ناوي عبد العزيز الدوسري، لما كانت الأولى وليست الثانية، حاول مرتين، الثالثة نجاح، الثالثة نجاح، والهلال ينجح أولا في التسجيل في مباراة اليوم. لكن استقبال الكرة، النوايا كانت واضحة، والتصفيق يأتي من ياسر القحطاني. استقبال الكرة بهذه الصورة، يا سلام. بعد ذلك هنا قرر وهنا راوغ وهنا سدد، والكرة بالتالي مرت صعبة، مرت صعبة على عبد الله القرني في المرمى النصراني. يتقدم الهلال بهدف لعبد العزيز الدوسري. الآن المرور كان جميل والنظرة كانت واضحة.